قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتستهدف منازل الأهالي وتنسف أحياء ومبان سكنية في القطاع. وقوات الاحتلال الصهيوني تغتال نائب مدير الدفاع المدني شمال غزة مع 4 من أفراد أسرته. مصرع عنصرين من ميليشيا الحوثي في مواجهة بالأزراق واستشهاد جندي غربي قعطبة بالضالع. والمئات من طلبة الثانوية في تعز يحتجون للتنديد بإلغاء التربية درجات المعدل التراكمي. إخبارية مفصلة على قناة يمن شباب، حياكم الله. والبداية من فلسطين، حيث تواصل قوات الكيان الصهيوني عدوانها على غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى ودمارا في المنازل والبنية التحتية في اليوم 38 بعد 100 من العدوان على القطاع. وقال مراسلنا إن طيران الاحتلال استهدف محيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوبي شرقي مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، كما نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية غربية المحافظة الوسطى. وبالتزامن استهدف قصف مدفعي صهيوني غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بين المواطنين. في السياق، أفاد مراسلنا باغتيال قوات الاحتلال الصهيوني نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة العقيد محمد مرسي وأفرادا من أسرته في قصف استهدف منزله في مخيم جباليا شمالي غزة. ونعى الدفاع المدني في قطاع غزة نائب مدير الدفاع المدني بمحافظة الشمال العقيد محمد عبد الحي مرسي. وقال الدفاع المدني في بيان له إن العقيد مرسي عمل في جهاز الدفاع المدني وفي خدمة أبناء شعبه ووطنه منذ العام 1995، وقد أنهى حياته وهو على رأس عمله شهيداً. من جانبها، بثت كتائب القسام رسالة مصورة تضمنت صور عدد من أسرى الاحتلال الذين قتلوا بنيران الاحتلال الصهيوني خلال العدوان على قطاع غزة. أظهرت الرسالة صورة إحدى المجندات التي قتلت في قصف على قطاع غزة في 9 من نوفمبر الماضي، وأشارت إلى أنها تبلغ من العمر 19 عاما وأنها من مودعين. وأظهرت الرسالة صورة الأسير آري دادا مانوفيتش، وقالت إنه مات في 17 من نوفمبر بسبب نوبات الهلع التي كانت تصيبه جراء القصف المتواصل بالقرب من مقر احتجازه. كما نشرت صورة الأسير الجندي ساعر باروخ، وقالت إنه قتل خلال محاولة فاشلة لاستعادته من جانب الاحتلال في 8 من ديسمبر الماضي. سلام لكולם. ערב טוב. קוראים לי אורי דנינו. אני בן 25 מירושלים. נחטפתי ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה. והיום אני מוחזק בשבי חמאס. התנאים שלנו פה הם קשים. לא אוכל, קצת מים, אין לנו חשמל. ירי והפצצות בלתי פוסקות. ממשלת ישראל ובראשה בנימין נתניהו. קבינט המלחמה. נכשלתם ב-7 באוקטובר. נכשלתם במשימת ההגנה עלינו, האזרחים. והיום אתם מנסים להרוג אותנו. אחד אחרי השני, בניסיונות כושלים של חילוץ והפצצות מהאוויר. איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שירו עליי? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שלא היה לנו לאן לברוח? איפה הייתם שהיינו לבד? איפה הייתם שהיינו לבד? אני פה פונה לעם שלי. תמשיכו לעשות הכל כדי שנחזור הביתה. תמשיכו לעשות הכל כדי שנצא מפה חיים. ושהעסקה הזאת תקרה. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. תוציא אותנו מפה, עכשיו, בחיים, כי בקצב הזה לא יהיה את מי להוציא ולא יהיה אנשים חיים. אבא, אמא, יצחק, דוד, אהרון, והודיה, ליאל אהובתי, תמשיכו לזעוק את הזעקה שלי. אני אוהב אתכם כל כך.
אני מתגעגע אליכם, אין יום שאני לא חושב עליכם. תמשיכו לעשות הכל כדי שאחזור הביתה. עם ישראל, אל תפקירו אותנו. אל תפקירו אותנו. אנחנו רק רוצים לחזור הביתה. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن لديها ما يقرب من 200 مدرسة في قطاع غزة تم إغلاقها جميعا منذ أكتوبر الماضي، واستخدمت العديد منها كمراكز إيواء للنازحين طوال الحرب. الوكالة الأممية في منشور على حسابها عبر منصة إكس لفتت إلى أنه في بعض هذه المدارس تعمل فرق الأونروا على إعادة آلاف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40,939 شهيدا وإصابة 94,616 آخرين ونزوح 90% من سكان قطاع غزة. داخليا في الأراضي المحتلة، أجبرت قوات الاحتلال الصهيوني مواطنا فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة بيت حنينة شمالي القدس المحتلة. ووفقا لمصادر فلسطينية، فقد أجبرت قوات الاحتلال رائد الرجبي على هدم منزله المكون من شقتين له ولنجله بحجة البناء دون ترخيص. وطبقا للمصادر، فإن أكثر من 10 أفراد يقطنون في المنزل الذي بني عام 2014، وهذه المرة الثالثة التي يجبر فيها الرجبي على هدم منزله ذاتيا. في الشأن المحلي، تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية تصعيدها العسكري الحذر في جبهات محافظة الضالع بهدف البدء بموجة تصعيد وحرب جديدة. وأفاد مصدر ميداني أن عناصر لميليشيا الحوثي حاولت استحداث مواقع عسكرية جديدة في جبهة الأزراق والتسلل إلى مواقع قوات الجيش، غير أن الأخيرة استهدفت العناصر الحوثية المتسللة وقضت على 2 منهما. وبالتزامن استشهد جندي برصاص قناص ميليشيا الحوثي في جبهة بتار غربية مديرية قعطبة. قال ضباط في الجيش بمأرب أنهم سيبذلون أرواحهم في سبيل الحفاظ على مكتسبات وأهداف ثورة 26 سبتمبر وتحقيق كافة أهدافها، بما فيها إزالة الفوارق بين الطبقات التي تسعى ميليشيا الحوثي لتكريسها. 62 لثورة سبتمبر تمثل مصدر عز وافتخار لكل اليمنيين في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ومصدر إلهام لكل الثوار في المستقبل. يذكر الجيش الوطني بمبادئ ثورة 26 سبتمبر، وسيظل على العهد ماحي، وسيدحر إن شاء الله هذه الشلة البغيضة الإنقلابية السلالية الإمامية الضالة، وبإذن الله تعالى سيظل الجيش اليمني وقواته المسلحة طغيانا على الظلمة باستمرار إن شاء الله. نؤكد نحن أبطال القوات المسلحة، أبطال الجيش الوطني، على استعدادنا لمواصلة الدرب والنضال على درب أولئك الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية الوطن وذادوا عن حياضة دفاعا عن الجمهورية، دفاعا عن الأرض والعرض، ونحن على استعداد لتنفيذ التوجيهات والتعليمات فيما يخص استعادة الدولة من ما قامت به جماعة الحوثي الإرهابية بالانقلاب على الدولة، فنحن جاهزون ومستعدون ورهن الإشارة. إلى ذلك، تعهد ضباط وجنود في قوات الجيش بمحافظة مأرب بالمضي قدما على درب ثورة 26 سبتمبر حتى القضاء على المشروع الحوثي الذي يسعى لإعادة الحكم إلى الأسرة والسلالة البغيضة. في الذكرى 68 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، نؤكد نحن جميع أبطال وضباط وقيادة القوات المسلحة اليمنية على أن نسير على ما سار به أجدادنا القدامى من دحر لهذا الظلم الإمامي القهنوتي، والذي أتى لنا مجددا في هذه الأيام على أيدي ميليشيات الحوثي الإيرانية التي تريد أن تعودنا إلى ما قبل 26 سبتمبر. ولكننا واقفون لهم بالمرصاد، وسنكون بإذن الله الصخرة التي تتحطم جميع أعمالهم عليها. 26 سبتمبر خالد في قلوبنا وقلوب كل اليمنيين. 26 سبتمبر نمضي في خطاه، الشهداء
والأبطال والأحرار مثلما محمد محمود الزبيري ومثل الثلاية ومثل الشدادي ومثلما اللواء أمين الوائلي وهناك غيرهم كثر. فال 26 سبتمبر خالد في قلوبنا كيمنيين، سنظل نحمي 26 سبتمبر وثورته حتى آخر قطرة من دمائنا. 26 سبتمبر هو فجر الحرية للشعب اليمني قاطبة، وعهد الانقضاء القضاء على الاستبداد وعلى الرجعية وعلى الإمامة وعلى التخلف وصنع نظام جمهوري عادل وإزالة الفوارق بين الطبقات وبناء دولة فيها العدالة والمساواة بين أفراد الشعب اليمني. في صنعاء اقتحمت الحوثية الميليشية منزل عضو مجلس النواب السابق والقيادي في حزب الإصلاح الشيخ شاكر حسان الهتاري وطردت أولاده من المنزل. وأكدت مصادر متطابقة أن طقما تابعا للميليشيا برفقة ثلاث سيارات مدنية كانت على متن إحداهن نساء زينبيات أقدموا على تكسير أقفال البيت واقتحموه وروعوا النساء والأطفال وطردوهم من المنزل الواقع في حارة غول الشيخ بمديرية شعوب. المصادر قالت إن الميليشيا كانت قد حجزت البيت قبل 3 أيام وكتبت على جدرانه محجوز من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة. أكدت قبائل ومشايخ محافظة مأرب وقوفها إلى جانب الدولة وقوات الجيش والأمن لحماية المنشآت النفطية وضد عمليات التخريب في محافظة مأرب. جاء ذلك في اجتماع ضم مشايخ قبائل عبيدة ومشايخ الوادي بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز وقيادات عسكرية وأمنية عديدة. ودعت قبائل عبيدة والوادي في وثيقة الدولة لبذل أقصى جهودها لحماية المنشآت النفطية مؤكدة وقوفها إلى جانب الدولة فيما تتخذه من إجراءات وتحركات، كما شددت القبائل على ضرورة التصدي لعمليات التخريب والهجمات على المنشآت النفطية ونبذ كافة المخربين وعدم التستر عليهم. أدانت منظمة حقوقية جريمة اختطاف وتعذيب مسن حتى الموت من قبل عناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة الحديدة في ظل انتهاكاتها المستمرة بحق الأهالي. منظمة رايتس رادر في تدوينة على منصة إكس قالت إنها تدين استشهاد المسن مهدي غالب جراء تعرضه للاختطاف ثم للتعذيب والتنكيل المفضي للموت من قبل أفراد نقطة عسكرية تتبع الحوثي. ودعت المنظمة للتحقيق العاجل في ملابسات ما حدث ومعاقبة المسؤولين عن استشهاد مهدي والاعتداء على ولده الذي لا يتجاوز عمره 13 سنة. نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية دورات تدريبية طائفية تمولها جهات خارجية بعد أن اختطفت وأخفت خبراء تربويين بتهمة العمالة والتخابر لتنفيذهم أنشطة مع تلك الجهات. المحامي عبد الرحمن برمان قال إن الميليشيا دشنت الأيام الماضية دورات تدريبية في صنعاء مع نفس المنظمات التي اتهمت الخبير التربوي مجيب المخلافي وآخرين بالعمالة لها، مؤكدا أن هدف الحوثي هو إقصاء الكادر الوطني واستبداله بعناصر طائفية. وأظهرت صورة بنار لبرنامج بناء قدرات الإدارة المدرسية لقطاع التأهيل والتدريب بوزارة التربية الحوثية وبتمويل من البنك الدولي والشركة العالمية للتعليم عبر منظمة رعاية الأطفال. في حضرموت عادت خدمة الاتصالات والإنترنت إلى العمل في مناطق ومديريات الوادي والصحراء، وذلك بعد انقطاع دام عدة ساعات وأثر سلبا على حياة المواطنين وأعمالهم. ووفقا لمصادر عاملة فإن سبب الانقطاع يعود إلى قطع مفاجئ لأحد الكابلات الرئيسية للاتصالات في منطقة العقاد بمديرية القطن، الأمر الذي أدى إلى توقف الخدمة بشكل كامل عن المنطقة. وأوضحت المصادر أن فرق الصيانة الفنية باشرت عملية إصلاح العطل وتمكنت من تحديد موقع القطع الناتج عن أعمال توسعة في الخط الواصل بين شرق وغرب وادي حضرموت وإصلاحه. نظم مئات الطلاب في مدينة تعز وقفة احتجاجية لطلاب الثانوية العامة أمام مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز. الطلاب المحتجون خرجوا في تظاهرة غاضبة للمطالبة بالتراجع عن القرار التعسفي الذي طالهم من قبل وزارة التربية والتعليم.
يذكر أن الكثير من طلبة الثانوية سقطوا في الاختبار بسبب عدم احتساب درجات التراكم من قبل الوزارة للطلبة الذين لم يحققوا 25 درجة في اختبارات الثانوية بحسب مصدر تربوي. انطلقت في مدينة تعز المسابقة الوطنية الأولى في الرياضة الذهنية بمشاركة عدد من المحافظات المحررة وإشراف من وزارة التربية والتعليم. المزيد في هذا التقرير. 350 طالبا وطالبة من المحافظات المحررة يخوضون غمار المنافسة بالبطولة الوطنية الأولى في الرياضة الذهنية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتنظمها تعز. البطولة الوطنية هذه الأولى تقام في تعز، وهي تجمع، كنا نتمنى أنها تجمع جميع المحافظات في المناطق المحررة، ولكن شاء القدر أن تحضر بعض المحافظات وبعضها اعتذرت نتيجة أنها لم تكن جاهزة. طبعا البطولة الوطنية هذه تجمع الطلاب من جميع محافظات الجمهورية، وهذا له دور كبير في تعزيز وتعميق الوحدة الوطنية واللحمة الوطنية. وبالنسبة للطالب فهي تحفز الطالب وتشجعه وتعمل على تفعيل قدراته. هذه المسابقة للتحفيز وإيجاد روح التنافس بين أبنائنا الطلاب والطالبات حتى يتحفزوا ذهنيا لتلقي المعلومات سواء المنهجية أو الأنشطة الأخرى. احتدمت المنافسة بين الطلاب في كل من الحساب الذهني والفيديك وذاكرة والبطولات والروبيك، حيث أخذت المسابقة في الحساب الذهني 5 مستويات و4 مستويات في الفيديك و5 اختبارات في ذاكرة والبطولات. وفي مسابقة الفيديك تابعت كاميرا يمن شباب عملية إتمام طالبتين من مديرية المعافر بتعز إكمال النموذج الاختباري في منتصف الوقت المقرر لفترة إكمال النموذج. شاركت في مستوى القسمة في البطولة الدولية الوطنية، إن شاء الله نحقق المركز الأول، كملت قبل الوقت ب5 دقائق و15 ثانية، إن شاء الله نحصل على مركز متقدمة ونرفع رأس اليمن عاليا. كملت الإجابات ب5 و15 ثانية، وأتمنى الحصول على المركز الأول وأن نرفع رأس اليمن عاليا. في المسابقة كرمت قيادة السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم الطلاب الفائزين في المسابقات الخارجية خلال الفترات الماضية، بينما كرم هؤلاء المشاركون بميداليات وجوائز تحفيزية تشجعهم على مواصلة ما بدأوه في هذه المهارات التعليمية. دشنا اليوم انطلاق المسابقة الوطنية للرياضيات الذهنية، يشارك فيها 350 طالب وطالبة من عموم محافظات الجمهورية، ونحن في نفس الوقت كرمنا الحاصلين على 4 المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في المسابقة التي تمت في مصر، وأيضا في مسابقة تحدي القراءة التي تمت في العاصمة المؤقتة عدن. بالنسبة لنا في محافظة تعز، احتضان المحافظة لمثل هذه المسابقات الوطنية يمثل انتصارا كبيرا. يطمح هؤلاء الطلاب المشاركون في هذه المسابقة الحصول على المراكز المتقدمة لتمثيل البلاد في المنافسات الخارجية التي برزت فيها تعز بفوز ممثليها خلال الأعوام الماضية. عبدالعزيز الذبحاني، من شباب تعز. عاد إلى الحديدة عدد من الصيادين اليمنيين بعد أكثر من 2 أسبوع من اختطافهم وتعذيبهم في سجون إرتيريا. ووفقا لمصدر ملاحي فإن نحو 16 صيادا يمنيا عادوا أمس إلى ميناء الخوبة السمكي بمديرية اللحية، كانت دورية إرتيرية اختطفتهم أثناء مزاولتهم الصيد في المياه البحرية اليمنية، ثم اقتادتهم إلى سجونها في جزيرة مقيدح تحت قوة السلاح. وفي أغسطس الماضي عاد 221 صيادا يمنيا إلى موانئ محافظتي الحديدة وتعز بعد أسابيع من احتجازهم في السجون الإرتيرية. يحيي أبناء مأربة والجوف مناسباتهم بعدد من العادات والتقاليد المتوارثة، أهمها الطار أو الدف الذي يرقصون على إيقاعه في المناسبات، حيث يلقى رواجا كبيرا في أوساط المجتمع المأربي والجوفي رغم انتشار الآلات الموسيقية وحداثتها. الطار معشوق البدوي وآلة أنسه، آلة إيقاعية موغلة في التراث اليمني باذخ الثراء. بهذه الآلة يحيي صالح التيباس الأفراح والمناسبات منذ نشأ، حيث لا غنى عنها في الأعراس والمناسبات العامة، حتى أنها لم تتأثر بتعدد الآلات الإيقاعية والموسيقية الحديثة. الطار هذا
وندق في أعراس وفي غير ذلك، في أناشيد، في احتفال، في مهرجان. الموسيقى مثل يعني الأورج هذا يطلع الموسيقى، بس أكثرية الناس الآن ضروري ما يجي الدق يعني بالدق، يعني يشتي يسمعوا دق عادات وتقاليد حقنا أصحابنا وعادات أهل الجوف. ما تأثر عنا، من أيام أعرف نفسي بالدق جات الموسيقى وجات الدواكر هذه ويسمعوها، يعني يسووها بال يعني السماعات كبيرة، بس لازم يسمعوا رنين الدب. يتكون الطار من جلد الماعز والخشب ويسخن أثناء العزف عليه كي يحافظ على صوته الجهوري الرنان ويستمر في إطراب السامعين واللاعبين على صداه. يتكون هذا الطار اللي الدب، الدب هذا من اسمه من جلد ماعز ومن خشب، هو جلد ماعز يعني يبسوه حتى يحطوه يشربوه حتى انه يبس ويرجعوا يحطوه يعني في ماء حتى يرطب ويشتغلوا، يسخنه في النار حتى انه يرن الدب وقت يعني يجي له رنين فيه، لما نطبل به حتى انه يرطب، وفلا رطب عنا يعني نوقفه ولا نديه واحد يعني واحنا ندق هذولك يقولوا لما يسخنوا فلا سخنوا خلوه يرن يرن كذا ندق به. يصاحب ايقاع الطار اللعب المأربي والجوفي، وهي رقصة تنضح شموخا وكبرياء بإيقاعها السريع الذي يعبر عن قوة الإنسان وقدرته على المناورة وتجاوز الصعاب. الآلات التي يعني يتغنى بها أبناء محافظة الجوف وأبناء محافظة مأرب فهم قريبين في الموروث الشعبي، آلة الدف وما صاحبها من آلات، هذه موروث شعبي توارثناه عن الآباء والأجداد، وبالتالي فإننا نطرب لسماع الدف وما جاوره من آلات لأنه ورثناه ولأننا نرتاح لهذا الشيء. قديما كان يؤدى على إيقاع الطار شيلات بدوية تؤدى أثناء الضرب عليه، ومع ظهور الشيلات المسجلة والدي جي يكتفى بتشغيلها تزامنا مع إيقاع الطار، وهو ما يثبت مدى تكيف التراث المأربي والجوفي وقدرته على استيعاب الحداثة والحفاظ على التراث الأصيل. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب. أقيمت في مديرية المعافر جنوبية تعز فعالية احتفائية لتكريم 20 حافظة لكتاب الله ومعلماتهن في ملتقى الأمل لتحفيظ القرآن الكريم بعزلة الكلائبة. تمكنت الحافظات من إتمام حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم وفق منهج الشاطبية. في إنجاز قال المشاركون في الحفل إنه يضاف إلى سجل المديرية التي تسعى للمنافسة مع المديريات المجاورة في حفظ كتاب الله. ودعا المنظمون والداعمون للحفل الحافظات إلى تعليم كتاب الله لغيرهن من النساء والفتيات في المنطقة والعمل بما جاء به من أحكام، مشددين على أهمية التحاق المزيد من أبناء المديرية في حلقات ومراكز التحفيظ لتعزيز الوعي الديني وتعليم القرآن الكريم. ختام النشرة، أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها. قوات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتستهدف منازل الأهالي وتنسف أحياء ومبان سكنية في قطاع غزة. وقوات الاحتلال الصهيوني تغتال نائب مدير الدفاع المدني شمالي غزة مع 4 من أفراد أسرته. مصرع عنصرين من ميليشيا الحوثي في مواجهات بالأزراق واستشهاد جندي غربي قعطبة بالضالع. المئات من طلبة الثانوية في تعز يحتجون للتنديد بإلغاء التربية درجات المعدل التراكمي. ختاما، عاشت فلسطين حرة أبية ودامت بلادنا بخير. في أمان الله.